مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل نتواصل معكم وها هي انطلاقه جديده من انطلاقات التحدي من انطلاقات الاثاره وانطلاقه شوطنا التاسع عشر في مجموع الاشواط ما قبل شوط الختام تمت انطلاقتي وهذا الشوط خاص بايضا القعدان هنا ايضا الحجايق وسياره للفائز بالمركز الاول وجوائز نقديه قيمه لبقية الفائزين نتواصل معكم في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة هنا التزام سالم بن مصبح بن جرش لغفري من يأتينا على صدارة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق الجميل والتحدي في هذه الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام في مسيرة التحدي هنا والإثارة هنا بهذه المتابعة في شوطنا التاسع عشر في هذا الانطلاق الجميل والتحدي نذكركم بأن صاحبة المركز الأول في الشوط الماضي كانت هملولة لحمد بن موسى بن غدير لكتبي هذا للعلم في قطاع المطبعي هي هملولة لحمد بن موسى بن غدير لكتبي صاحبة السيارة والشوط الماضي في الذي انتهى قبل لحظات هذا لعلم الجميع نتابع هذا الشوط نتابع شوط ما قبل الختام والشوط التاسع عشر والصدارة والمقدمة هنا التزام سالم بن مصبح بن جرش الغفري من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول النجد لمحمد بن سلطان بن رشيد السويدي من يأتي على المركز الثاني وفي المركز الثالث المركز الثالث والمنطلق هنا شقة راشد بن قلبان بن حمد الحافري من يأتينا على المركز الثالث وفي المركز الرابع سراب لسعيد بن راشد بن سعيد الساعدي من يأتينا على المركز الرابع وفي المركز الخامس مرموق سيف بن علي بن ضحاك الشامسي بهذا الانطلاق المميز والجميل هذه هي النتائج مشاهدينا ومتابعينا الكرام خلال الانطلاقات خلال التحديات والإثارة مشاهدينا الكرام هنا الصدارة هنا المقدمة والمركز الأول التزام ملتزم بالصدارة ملتزم بالمقدمة ملتزم بالمركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا بهذا الانطلاق سالم بن مصبح بن جرش الغفلي هو على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط يلعب على أرضية ميدانه في هذه الانطلاقة الجميلة والتحدي والإثارة المركز الثاني المركز الثاني نجد محمد بن سلطان بن رشيد السويدي وفي المركز الثالث وصل منحاش علي بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي أيضا قادم مع منحاش ومتبين حاش منحاش أبو مانع في هذا الانطلاق هو التحدي مرموق على المركز الرابع مرموق السيف بن علي بن ضحاك الشامسي وصل بن كلثم مع شاهين محمد بن سيف بن سهيل بن كلثم الخيالي من وصل بهذا الانطلاق الجميل والتحدي هو الإثارة وهناك سعيد بن الجميل نعود إلى الصدارة على المركز الرابع وفي المركز الخامس المركز الخامس والقادم شاهين سلطان بن سالم بن حمى الشامسي وفي المركز السادس يأتينا بهذه الانطلاقات الجميلة هنا هو التحدي يأتي هنا دقاش نصيب المنصوري ولكن بعود إلى الصدارة بعود إلى المقدمة إلى 600 متر الأخيرة المتبقية
من هذا الانطلاق الجميل والتحدي، هو نجد من انطلق على الصدارة، نجد على المقدمة، نجد على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور، سيطر على الصدارة وعلى المقدمة. نجد هنا لمحمد بن سلطان ياتي على الصدارة على المركز الأول وصدارة بهذا الشوط. سلام لجميرة، سلام سلام لجميرة، سلام سلام وتحية واحترام على هذا الأداء الجميل. هنا لنجد على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة بهذا الشوط. سلام بن رشيد، سلام محمد بن سلطان بن رشيد السويدي، هو على الصدارة مع نجد بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. تهانينا والناموس ولحظة اقترابه من الفوز من الناموس بهذا الانطلاق الجميل. تهانينا والناموس، وها هي لحظة وصوله إلى خط النهاية، بينما المركز الثاني وصل شاهين محمد بن سعيد بن سعيد بن قزم الخيري، المركز الثالث أتانا هناك السعدي علي بن مهير بن بليش الاكتمي، المركز الرابع نجد لمحمد بن سعيد بن سليم الاكتمي، وفي المركز الخامس من أتى مشاهدينا الكرام التزام سالم بن مصبح بن جرش لغفلي من وصل على المركز الخامس. هذه هي النتائج مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى، دعناها على حضراتكم في هذا الانطلاق الجميل والتحدي. واستطاع مشاهدينا ومتابعينا الكرام نجد أن يعلن الفوز، يعلن ناموس. تهانينا لمحمد بن سلطان بن رشيد للسويدي على هذا الأداء الجميل، والسلام لأهالي الجميرة في هذه الانطلاقات. والتوقيت الزمني 6 دقائق 27 ثانية، 3 من الأجزاء من الثانية. ست دقائق 29 ثانية هنا وثلاثة من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي سجل بهذا الانطلاق الجميل. تهانينا لمحمد بن سلطان بن رشيد، بينما المركز الثاني مشاهدينا ومتابعينا الكرام التوقيت الزمني هنا أيضا صاحب المركز الثاني كان شاهين محمد أو هنا أيضا اللي هو شاهين، نعم السيد محمد بن سيف بن سيف بن قزم الخيري، قاطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 6 دقائق 33 ثانية وستة من الأجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث كان مشاهدينا الكرام هناك السعدي علي بن مهير بن بليش الاكتبي من وصل على المركز الثالث، قاطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 6 دقائق 34 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا لجميع الفائزين، شكرا لقناة